ثابت عايز برضو 15 صفقه لسه. كان كريم بيتكلم عن هذا الامر، 15 صفقه لو تقدر تشرح لنا. في تغيير كامل في فرقه طلائع الجيش في خط الدفاع، دعمه بمحمد علي الجويني، الخط النص هيبقى ثابت، الهجوم في تغيير جامد. يعني هنبص على ال 15 صفقه اللي هم جابوهم. اول واحد محمد جابر، عنده 30 سنه، بيلعب جناح يمين وباك يمين، جوكر جاي اعاره من النادي المصري. الثاني كازادي كاسينجو، ده مهاجم افريقي اللي هو كان بيلعب في الوداد المغربي وجاي برده اعاره من النادي المصري، مهاجم عنده 29 سنه. اللاعب الثالث وده تم قيده خلاص في القائمه، عبد الرحمن شيكا اللي هو الجناح وبرده لاعب وسط، عنده 22 سنه قادم اعاره، اغلب الصفقات اعاره من الانتاج الحربي. رامز مدحت ده لعيب صغير في السن 22 سنه بيلعب جناح، جاي اعاره من وادي دجله. احمد عفيفي 28 سنه جناح برده جاي من الانتاج الحربي. محمد الصباحي وميدو جابر الاثنين تم قيدهم اجنحه، ليه؟ لان هم مشى من عندهم اجنحه، سواء مثلا ناصر منسي مشى كان بيلعب جناح في الحته دي، فاعتقد ان هو ممكن بكره يدفع على حسب الجاهزيه، لان كان في كلام ان الاثنين مصابين، اللي هيبقى جاهز فيهم محمد الصباحي او ميدو جابر هو اللي هيشارك فيهم، لان هم يعتبر اللعيبه البارزه. كريم عمير ده برده لاعب جاي من فرنسا، مصري كان محترف في فرنسا، صانع العاب. بلال اليافي لاعب جاي من انجلترا، لعيب مصري محترف برضو في الدوري الدرجه الثالثه في انجلترا. احمد عيد الباك اليمين بتاع نادي الزمالك. محمد علي الجويني وده معانا فيديو ليه برضو، لانه ده بنسبه 100% هيبدا بكره، مدافع تونسي جاي من الصفاقسي، هو اللي جاي يعوض غياب اسلام جمال واحمد علاء اللي هم راحوا النادي المصري. أوكي. فغالبا بكره هيبدا بمحمد علي الجويني وجنبه خالد سطوحي، الاثنين المساكين. فاحنا هنشوف شكل محمد علي الجويني، هو عامل زي ايمن اشرف، بيلعب باك ليفت وبيلعب مساك، عنده الحتتين. محمد انور جاي من نادي الاتحاد برضه مساك. هيثم الجويني وده مهاجم تونسي كان في المقاولين العرب فري. وعمر جابر دلوقتي وكريم الطيب اخر صفقتين النهارده. عمر جابر جاي اعاره من بيراميدز، وكريم الطيب ده تم قيده برضه، اعتقد ان هو هيبقى جاي من الجونه. جاي من الجونه من بيراميدز، هو من بيراميدز وتم اعارته وجي انتقل ليهم. وكريم الطيب عنده ميزه الهجمات المرتده، لو شفنا الفيديو بتاع كل دول مقيدين يعني بيقدر يلعب بيهم بقى. هو قيد خمسه منهم النهارده الصبح، يعني قيد ميدو جابر، قيد محمد الصباحي، قيد عبد الرحمن شيكا ادي كده ثلاثه، ومحمد علي الجويني الرابع، وممكن بكره بقى يقيد الباقي. يعني كذلك كاسينجو كل الناس دي مش موجوده في الاربعه بس هم اللي مقيدين، محمد الصباحي وميدو جابر بالزبط. ومحمد علي الجويني والرابع عبد الرحمن شيكا. أوكي. دول خلاص تم قيدهم، الباقي ممكن بكره الصبح يعيدهم، غالبا عمر جابر هيتقيد، كريم الطيب برضه مقيد. عمر جابر مشكلته هو معاهم في المعسكر بقاله اعتقد 72 ساعه بس ما اتمرنش ولا تمرين، هي دي الازمه بالنسبه لعمر. فاعتقد يبقى صعب جدا، يعني صعب قوي ان احنا نشوف عمر جابر في حتى في التشكيل الاساسي، لكن ممكن يبقى على الدكه. يعني طبعا عمر جابر ممكن يبقى على الدكه، ممكن يبدا بكريم الطيب. لا في اسماء اخرى برضه اللي هو جاي من المصري، محمد علي الجويني برضو لعيب مهم جدا، لو نشوف شكله محمد علي الجويني عنده 27 سنه، لعيب كويس، لعيب ليدر من ورا، عنده بناء الهجمه كويس وبيكمل، يعني هو هو برضو رجع لهم حسين السيد، رجع لهم حسين السيد. فحسين السيد عنده منافسه ما بينه وما بين محمد ناصف في الجبهه اليسرى، وعندك محمد علي الجويني كمساك ايسر، فغالبا محمد علي الجويني هو اللي هيلعب مساك وجنبه خالد سطوحي، وهيبقى ناحيه الشمال حسين السيد. ده الاقرب. لو شفنا الفيديو اللي معانا على محمد علي الجويني هنلاقيه برده لعيب كويس، لعب في الدوري التونسي. ادي قدامنا على الشاشه هو اللي بيقطع الكوره ده في مباراه قدام الترجي، احنا بس جايبينه نفرجه للناس بكره قبل ما يشوفوه. يعني يشوفوا طبيعه اللعب عامله ازاي، لعيب قوي بدنيا، بيلعب في الحتتين زي ما قلنا، بيلعب ظهير ايسر وبيلعب مساك، بيجيد التمرير الطولي برضه، بس انا شايفه عنده حته البطء. يعني هو بطيء، فطبعا لكن ده مش هيبان بكره البطء، ليه؟ لان هم هيلعبوا بالتاكيد دفاع منطقه، فدفاع المنطقه مش هيبين بطء المدافع. بس فده عيبه، لكن هو واضح ان هو قوي بدنيا وتحضير الهجمه كويس وبيلعب بيه القدم اليسرى. يعني حتى الان تم قيد خمس لاعبين ويتبقى 10، يتبقى ممكن بكره يتأيدوا فممكن يختلف تماما، وممكن في بعض اللعيبه ممكن ما يقعدوهاش، يعني مثلا بس هو ايد اللعيبه اللي هي عنده عجز في اماكنها، يعني ايد محمد علي الجويني عشان هيبدا بيه، ايد كريم الطيب لانه اصلا ما عندوش راس حربه في القايمه، فايد كريم الطيب، ممكن بكره ايد كازيتي كاسونجو عشان يبقى مهاجم بديل بالظبط. عنده ناصر منسي مشى وعمرو جمال مشى، فمحتاج اجنحه، راح مأيد ميدو جابر ومأيد محمد صباحي، فده الاقرب برضه ان احنا نشوفهم بكره. يعني احمد سمير بنسبه 100% هيبقى ناحيه اليمين، طب مين الجناح الثاني؟ ده ميدو جابر او محمد صباحي، هي دي عشان كده هو ايدهم، فهو ايد بدري الاماكن اللي هي عنده نقص فيه.